مساكم الله بالخير، حلقة جديدة من بودكاست قبل العصر. وبهذه الحلقة راح نسلط الضوء إن شاء الله على العمل التطوعي، لا سيما أن احنا بالفترة الأخيرة شفنا تركيز كبير من عيالنا في المشاركة في الأعمال التطوعية. بشاركني إن شاء الله حوار هذه الحلقة عبد العزيز عقروقة، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور الحبيب. أبو سعيد، هل لك أنت شخصيا مشاركة تطوعية خلينا نقول داخل الكويت وإذا كانت برا؟ شوف، داخل الكويت أنا تطوعت في فترة الجامعة، وتطوعت في مكان كنت أشرح حق مجموعة من الزوار معلومات. جميل. متنوعة بشكل عام، بس يعني لما نتكلم على الأعمال التطوعية ما هي غريبة على أهل الكويت، لأن معروف أصلا الكويت هي بلد الإنسانية فعلا. وبلد التطوع. في أي أزمة، في أي شيء يصير ممكن تشوفه بالعالم، دائما تشوف الكويت سباقة والشعب الكويتي سباقين في التطوع. فعلا الشعور ليك من وراء العمل التطوعي يعني لا يضاهى بثمن على كيد. قولتهم كيد. الشعور أنك تساعد إنسان بحاجة مساعدتك بدون أي مقابل وعلى حساب صحتك وعلى حساب جهدك، هذا أتوقع يعني ما يوافي أي شعور ثاني. أكيد 100%. يعني إحنا شفنا في الشهر الفضيل ما شاء الله يوميا الناس قاعدة تتطوع في كل مجالات، في توزيع وجبات إفطار صائم، في التوزيع، يعني عدوا خربط مثل ما يقولون في العمل التطوعي. واختلاف الأعمار، تشوف الكبار بالسن صح. مشاركين أيضا الصغار بالسن، وكل واحد حسب قدرته وجهده صح. ومثل ما ذكرت أنت، هو الموضوع مو يعني مو مقتصر على الفلوس صح. أني أدفع فلوس وأشارك في العمل التطوعي. أنت أيضا مو مقتصر على طاقم طبي، أنت تقدر تشرح حق زوار عن مثلا تاريخك، هذا يعتبر تطوع في أنك أنت تبرز هوية ديرتك. أنت تقدر تتطوع أيضا في مساعدة الكبار والمحتاجين في دور الرعاية، هذا أيضا ينصب إن شاء الله في ميزان أعمالك. صح، أكيد. أشكال العمل التطوعي متنوعة كثيرة، واليوم إن شاء الله بحلقتنا راح نستضيف الدكتور محسن دشتي، متطوع في فريق مبادر التطوعي، إن شاء الله بعد هذا الفاصل. حياك الله دكتور محسن دشتي، متطوع في فريق مبادر التطوعي. إذا بنتكلم دكتور عن الأعمال التطوعية بالكويت، أكيد ما لها تاريخ محدد، من فترة جدا طويلة يمكن بالكويت. فإذا بنتكلم عن بداية التطوع بالكويت. الله يحييك ويبجيك وشكرا على الاستضافة. بداية التطوع الله يسلمك بالكويت مع بداية الكويت قبل 400 وكسور سنة. ما شاء الله. إحنا كشعب كويتي يعني جبلنا على المساعدة والتعاون والعمل التطوعي، وكنا نسمع من آبائنا وأجدادنا الماضين الله يرحمهم والله يحفظ الباقين، إن شلون إذا واحد طلع الغوص، واحد بالفريج وهو يشيل الفريج كله ويتابع الأعمال الفريج ويشيل همهم لما نذاكر من الغوص. فبداية العمل التطوعي بالكويت قلت لك هو تاريخ الكويت، هو ما له تاريخ معين أمانة. حتى لو تراجع يعني بعض الكتب التاريخية تشوف أن إحنا جبلنا عليه، إحنا تربينا على هذا الشأن وتربينا على هذا المبدأ يعني الجميل جدا، واللي نتمنى أنه يستمر، وأكيد إن شاء الله راح يستمر مع الأجيال القادمة 100%. يعني بإذن الله إحنا قاعد نشوف مثلا بالفترة الأخيرة سباقين عيالنا في شتى المجالات في موضوع التطوع. ودي أعرف منك دكتور، شو اللي يميز الكويت في موضوع التطوع؟ دائما تسمع اسمها في دول العالم، دائما تشوف الناس تتشكر من الكويت، شنو اللي عندنا مميز مو موجود عند غيرنا؟ شوف الله يسلمك، أولا يعني قلت لك إحنا تربينا على هالشيء، فجزء من النشأ والتربية اللي احنا تربينا عليها التطوع والمساعدة بشكل عام. صحيح. الشيء الثاني، احنا الحمد لله بديرة، ديرة خير، ديرة حتى قوانينها حتى دستورها لو تراجع بعض المواد الدستورية، انا ماني داش يعني بالسياسة، بس اذا تراجع بعض المواد الدستورية تشوف ان مسألة التكاتف والتعاون بين المجتمع، مسألة عدم التفرقة، مسألة السواسية، هذه كلها الامور تربي الدافعها وتعطيك دافع من داخلك انه اوكي معناته انا طالما عايش بهالديرة معناته لازم أعطي مثل ما لي حقوق لي واجبات. فهذا الشيء يربي بالإنسان الحريص أن أنا الله معطيني نعمة معينة، إذا أنا أقدر أساعد عن طريق هالنعمة إلى مثلا سواء المجتمع المصغر، سواء المجتمع الأكبر، سواء كان المجتمع الدولي. وإحنا سواء كنا كأفراد كأشخاص
كشعب أو كحكومة أو حتى رأس القمة السلطة، كل شيوخنا الله يحفظهم جبلوا على هالأمر، وإحنا قاعد نشوف تاريخ الكويت من يوم عرفنا مع شيء اسمه تاريخ ومشيخة، عرفنا أنه هم قاعد يساعدون وقاعد يدشون بمجالات سواء كانت محدودة أو مجالات دولية، فهذا الشيء يعني خلاص صار جزء من الشعب الكويتي. صحيح. أصيل صار. صحيح. ويانا يعني أحمد وين ما تسافر في كل دول العالم دائما تشوف شيء فيه والله مسويته الكويت أو مسويته أهل الكويت فعلا، من مستشفيات، من مرافق عامة، مطارات، من شوارع، كل شيء. دكتور يعني شنو السر أن دائما نشوف هذا الأعمال من أهل الكويت ومن الكويت نفسها برا الكويت في كل الدول؟ شوف الله يسلمك، احنا يعني الحمد لله مثل ما قلت لك احنا ديرة خير ونحب الخير، لكن السر بالنهاية يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا كبشر عساس نساعد بعضنا البعض. احنا الحمد لله فينا هالصفة، وايضا عندنا دوافع، قلت لك احنا عندنا دوافع قانونية، احنا عندنا دوافع حكومية، عندنا دوافع حتى تربوية ان نساعد الغير. فعشان كذي تشوف يعني حجم المساعدات سواء كانت مساعدات كبيرة على مستوى الدولة او على مستوى الافراد، فهذه الامور تصير من داخلك اذا انت عندك هذا الحافز للمجال التطوعي، اذا انت ما عندك حدود للمجال التطوعي. صح. سواء كان انظف فريجي، انظف ديرتي، ولا اروح اساعد ناس منكوبين في شتى بقاع العالم، فالحمد لله هذه نعمة وإن شاء الله تستمر يعني ويانا. الأجر نوعا ما غير الأجر اللي بنحسب لك إن شاء الله عند ربك، هو الرضا الداخلي وأنك أنت تكون مرتاح طبعًا من نفسك. طبعًا أكيد. بالضبط. إحنا ناخذ فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا. المجال التطوعي يعني لي كل شيء صراحة، لأن تعرفت على ناس طيبة وشفت أشياء وايد قاعد أغيرها أنا بيدي، وأيضا ابتسامة للآخرين تجاهي وأنهم يشكروني، هذا بروحي يرفع المعنوية ويحس بالشخص بالسعادة. صحيح. أنا بالنسبة لي العمل التطوعي يعني لي طبعاً السعادة والسلام الداخلي. أنا بالنسبة لي أحد أسباب اللي خلتني أدخل المجال التطوعي هي جزء كبير من شخصيتي فيها مهارة مساعدة الناس وحب الناس اللي هي يسمونها باللهجة العامية الفزعة. أنا عندي هالجانب كبير، الجانب العاطفي، وما أقدر أمارسه إلا من خلال التطوع اللي هو العطاء بدون مقابل. والله أول عمل تطوعي قمت فيه وأنا صغير، يوم كان عمري 8 سنوات، هذا الشيء اللي خلاني دافع كبير. أنا أعطيكم قصة يعني عنها. الشيء هو أني كنت مسافر وطريق وراي 8 ساعات، فال8 ساعات حسيت بملل، فقلت بحط يعني يكون عندي دور حلو بهاللحظة هذه، وهذا وأنا كان عمري 9 سنوات أو 10 سنوات شيء. فقمت قاعد أساعد الموظفين وأعطيهم وأغطي الشخص اللي نايم وهذا، فهني صار يعني كرموني الطقم الطيارة، فهني حسيت بشعور فخر، وقمت يعني من هاللحظة كل حياتي مبادرة ومساعدة الآخرين. أنا دوري في فريق مبادرة تطوعي المنسق العام للفريق، يعني أنسق بين اللجان وأنسق بين فريق مبادرة تطوعي. عندنا جدول زمني، عندنا مخطط لكل فعالية نراعي فيها التزامات غالبية، خلنا نقول أعضاء الفريق، فما عندنا مشكلة إذا الموضوع مرتب، ما عندنا مشكلة بالوقت أو بتضارب مع التزاماتنا العائلية والأسرية، وفي بعض الأحيان إحنا حتى أسرنا تشارك في هذه الفعاليات، فبالتالي يكون في مجال للتواصل الأسري من ناحية الالتزامات الأسرية. أقرب الأعمال التطوعية لقلبنا هو يعني بالنسبة لي أنا اللي هو الزراعة، لأن أنت لما تزرع تغير شيء كبير، والزرع معروفة من أنك تغير مناخ، أيضاً تظلل على ناس، تظلل حتى على عزكم الله الحيوانات، فأيضاً منظرها جميل. فمهما كانت الحياة نحتاج الزراعة، لأن الزراعة أكسجين وهو حياة الإنسان. والله أنا أوجه رسالة للشباب أن ما في داعي تخافون من العمل التطوعي أو أنه يأثر على وقتكم أو يأثر على التزاماتكم، بالعكس العمل التطوعي رح يكون جزء كبير من صقل شخصيتكم، وما رح ياخذ من وقتكم إذا كان الموضوع مرتب وإذا كان توجهاتكم صح. فأحب أشجع جميع الشباب أن يتجهون للعمل التطوعي اللي هو فيه جزء كبير منه يتعلم الإنسان قيمة العطاء ويصقل من شخصيته ويعطي من وقته ومن لدينه، وفي عدة أشكال من الأعمال التطوعية يقدر الواحد يمارس فيها. رسالتي للجميع لا تخاف من ولا شيء، لأنه شيء أصلاً ما يخرع، وما عليك بالسلبية اللي إحنا نشوفها دائماً
بين الناس بعض الناس. فبالعكس العمل التطوعي عمل خير لك وراح يفيدك وراح يغير حياتك كلها للأفضل. أنت بنفسك أصلا نفسيتك راح تتغير، بس لو تجربه مرة واحدة راح تشوف الفرق الكبير اللي قدام، حتى الناس اللي تعزهم شلون راح يشوفون نظرة تجاههم لك. فبالعكس التطوع، وهذه من صفات المؤمن إنه يكون متطوع ويعمل الخير، وحتى القرآن ذكر عن صفة الإنسان المتطوع فساهم وتطوع للخير، فهذا جزء من حياتك لازم يكون. دكتور، أكيد لما نتكلم عن الأعمال التطوعية هي تعتبر من الأعمال الاختيارية وليست الإلزامية. أغلب الناس لما تقول والله تعالي بتطوع، تعال شاركنا، تشارك الأجر، أغلب الناس يروح بالها عن صورة معينة من التطوع اللي هي ممكن أن المساعدات المالية، أو أنه مثلا ينزل شارع ويصلح شيء معين. ولكن بالمقابل أكيد في صور كثيرة للأعمال التطوعية، خلينا نوضحها بشكل عام أساس نبسطها للناس اللي ممكن قاعدة تمارس هذه الأعمال التطوعية بس مو حاطة بالها أنها فعلا قاعدة تتطوع. شوف الله يسلمك، احنا اول ما بدينا بالمسائل واجهنا صعوبه، لان اغلب الناس مثل ما تفضلت قاعد يفكرون ان انا ما اقدر او ان شيء متعب. فشنو سوينا؟ اول فكره تقريبا بلشنا فيها قلنا ان اليوم الفلاني الساعه الفلانيه احنا جايبين شتلات ماخذينها من احدى المشاتل، تبرعت فيها امانه، خل كل بيت ياخذ له شتله ويزرعها عند البيت. حلو، هذا اول شيء سويناه تقريبا يعني. حلو، فيو ناس بلاش، ايه بلاش، يعني هو متبرع فيها فاكيد هي بلاش بالنهايه، فزرعوا. ثاني مرة قلنا كان عندنا دوار رئيسي إن إحنا مع البلدية بننظف الدوار، اللي يحب يشارك حياه الله. حيه الله. ففي ناس صحيح إنهم قلة ينعدون على صابع، بس في ناس يوم من أهل المنطقة، تالي صار في إحساس بالمسؤولية إن يا جماعة ترى هذول اللي قاعد يشتغلون، صحيح إن إحنا كنا اثنين وقتها يعني أنا والمهندس ريم الشمري الله يذكره بالخير، صحيح إن يعني شغلات بسيطة بس شغلات مرتبطة بالمنطقة اللي أنا عايش فيها. صح صح. فقام مع المدة قمنا نستقطب ناس من برا، المسائل المشاريع شوية قاعد تكبر، قمنا نتعاون مع جهات رسمية بالدولة، فصار في شوية يعني وعي وثقافة. صح. أنت أي مشروع حتى لو مشروع تجاري تبي تنشره وشوية يعني الناس ما يستسيقونه أو ما يتقبلونه أو مو فاهمينه، لازم تبني ثقافة المشروع. أنا ما أقدر أبدي بشيء وأتوقع أن من اليوم الأول رح أحصل 100 متطوع أساس ينظفولي شاطئ أنا مو مالي شغل فيه. صحيح. أنا بالمسائل شكو أروح أنظف شاطئ صليبخات. لازم تبني ثقافة الانتماء. أنت منتمي لهالمنطقة، أنت منتمي لهالدولة، هذا الشاطئ يهمك مثل ما يهم عيال صليبخات مثلا، هاي واحدة من الشغلات اللي سويناها عرفت. فأنت تدريجيا أنت لازم تبني ثقافة، أنت لازم يفهمون شنو توجهك، عرفت، لازم ينتمون الى هالفريق او لازم ينتمون الى هالعمل اساس يتقبله، لان بالنهايه هو ما في اجر. اكيد ما في اجر مادي، فاغلب الناس شويه يتحسس يعني. صح. انا ودي اعطي نصيب من الحلقه لفريق مبادر، اذا تكلمنا عنه اكثر، متى نشاته، وانت توك ذكرت ان انت كنتوا عضوين في البدايه، وين وصل الحين هذا الفريق؟ فريق مبادر في سنة 2021 تقريبا كلمتني المهندسة ريم الشمري. أنا طبعا كنت بادي بال يعني أعمال تطوعية خلينا نقول على مستوى الفردي يعني بمنطقة المسائل من سنين، يعني تقريبا من أول ما سكنت، وهذا اللي بلش الشرارة. إيه بالضبط. فكلمتني المهندسة ريم وهي جدا نشيطة بهذا المجال ولها شغف مو طبيعي أمانة ليومك يعني، فقالت لي ليش ما نشكل نفس فريق، وكانت عندها رؤية معينة. فتدري أيامها تقريبا كان يعني خلينا نقول أواخر أيام كورونا. صحيح. وأغلب الناس أيام كورونا ما عندهم يعني شيء يشغلهم حقيقي يعني. أوكي، في ناس تطوعوا بالجمعيات وكذا وكذا، فقالت ليش ما نسوي فريق. فبدينا من هالانطلاقة تقريبا من سنة 2021. بعدين قلت لها زين ليش ما نشهر هالفريق، يصير إشهار رسمي قبل وزارة الشؤون على أساس على الأقل تقدر يوم تتحرك تتحرك بصورة رسمية وكذي. صحيح. فالحمد لله طبعا بعد مرور فترة طويلة يلا قدرنا ناخذ كتاب الإشهار الرسمي، لأن شوية يعني في بعض الأمور شوية معقدة بجهات الدولة على أساس أنت تشهر الفريق، ويعني شروط معينة وشروط قانونية ما عليها إشكال يعني. وعلى أساس أنك أنت تنظم الموضوع وما يصير الموضوع، لأن في المواضيع اللي خلينا نقول التطوعية نوعا ما تستعطف الناس، فإذا ما كانت ماشية في نظم قانونية ممكن أن تسوي نتائج إحنا يعني بغنى عنها. إيه بالضبط، خصوصا أنت ترى في شيء يمكن البعض مو واعي له، العمل التطوعي يعني
يمشي بخط واحد مع الجهات الرسمية بالدولة أو حتى الجهات الخاصة بالدولة. يعني أنا مثلا بي بتي تنظف فريجك، ممكن قانونيا كيفك فريجك نظفة صحيح. إنزين أنا بي أزرع دوار بالمنطقة، منو أنت؟ حتى لو عمل خير بس بالنهايه في قانون ما يصير انت منظم. يعني تقصد المفروض يكون منظم احسنت يعني. فانت عشان يكون منظم لازم تكون مشهر صح، عرفت؟ لما تصير مشهر اذا انا اقدر اكلم البلديه بكتاب رسمي، اروح حق المحافظ اكلمه بكتاب رسمي، جهات الدوله. احنا عندنا الحين مثلا مشاريع قادمه قاعد نكلم فيها اكثر من جهه رسميه، عرفت؟ ففريق مبادره التطوع بدا باثنين حاليا، يعني أعتقد وصلنا تقريبا 20 أو 21 عضو طبعا من جميع الجنسيات. يعني احنا حتى في عندنا مشروع سويناه الجداريات بالمسائل قبل شهر رمضان، شاركوا ويانا فريق تطوعي فلبيني ما شاء الله، 20 فلبيني يو أصلا. بالعكس مشاركتهم كانت يمكن أقوى من الشباب والبنات الكويتيين لأن حابين الشغلة، عرفت؟ هم من سكان المسائل؟ لا أبدا أبدا، هذا مو دافع. هم فريق يعني. بروح هم فريق بروح، أي وقت تبيهم يون ويشاركون ومنظمين لآخر درجة ما شاء الله. يعني حتى أنا صراحة ما كنت أدري عنهم، المهندسة ريمة هي اللي جابتهم. ففي ناس أقول لك في ناس قاعد تشتغل مو إنه بالخفاء بس ما حد يدري عنها لأنه مو مسلطين عليها الضوء. وأنتوا دوركم يعني الله يجزاكم خير طبعا، بس دور الإعلاميين بالذات أو حتى الجهات الرسمية بالدولة إن لازم تسلط الضوء، هذا شيء حسن. يعني هذه هذا هذا العمل التطوعي اللي احنا قاعد نقوم فيه. إيه بالضبط، عرفت؟ فالحين تقريبا صرنا 20 او 21 عضو من يعني من رجال ونساء كويتيين وغير كويتيين. واحنا ما نشوف يعني انا ما يعني بالعمل التطوعي لما تشتغل انت اخر همك ان هذا من ولده ولا من اي ديره. صح صحيح. احنا في عندنا عمل مشترك لما ننجزه تطوعي، انت ايدك وياي حياك الله. صحيح. عرفت؟ ما نفكر يعني ما تشوف هالشيء، دائما الشغلات الانسانيه تتجاوز عن بعض الامور اللي يعني اللي احنا متعودين عليها. صحيح. ان من عياله من عياله منطقة. من اسمه سكان وين هالامور. ايه بالضبط. فعشان كذي حتى الفرق التطوعيه العالميه ايه. تشوف فيها فارقه من امريكا اللاتينيه من 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 لانه ما تفرق معاه، هو عمل انساني بالنهايه. صحيح. واحنا كلنا بشرنا بنخدم هالانسان هذا. صحيح فعلا. ودكتور اذا بنتكلم عن بعض الاعمال اللي فريقكم قام فيها، يعني انت تفضلت وذكرت ان منطقه المسايل زرع النباتات الامور هذه، شنو من الاعمال الاخرى اللي سويتوها كفريق متطوع؟ شوف الله يسلمك، احنا الزراعه كان عندنا اكثر من ايفنت او اكثر من فعاليه بالمسايل وخارج المسايل. يعني شاركنا بالشاميه، شاركنا بالصليبخات، بالفنيطيس، بالإضافة إلى ذلك عمليات التنظيف سواء كانت بالمسائل أو بعض الشواطئ وبعض الأماكن. مشروع الجداريات كان مشروع جدا مميز لأن احنا كان الجداريات عندنا بس نوضح كان على شنو بالضبط بالمناطق محولات نفسها. بس احنا بدينا بالمسائل. ايه؟ احنا تعاوننا مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عندهم رسامين مبدعين. صحيح. اللي هو الميورلز اللي هو الجداريات. ايه؟ ما عندهم خلينا نقول يعني متنفس او ما عندهم مكان يرسم عليه لوحات الابداعيه. فكانت عندنا تقريبا احنا عندنا يمكن الفكره بالبدايه كانت 20 محول كهرباء، بس طبعا بعد ما اخذنا الموافقات الرسميه من الدوله وحتى الموافقات على الرسومات صاروا حاليا 8. فرسموا 8 لوحات فنيه كبيره، يعني يوم تدش المسائل تقول ما شاء الله من الراسم، طبعا كل رسام كاتب اسمه. فكان هذا ايفنت وايد كبير وايد يعني حصل صدى جدا عالي وطيب، وان شاء الله احنا طبعا راح نكررها بس بدينا بالمسائل، فهي ايضا احدى المشاريع عندنا حاليا. احنا يعني بشهر رمضان طبعا سوينا مشروعين، كان القريش الاولي قرقعان الثاني، غير ان الاخوات بالفريق ايضا وزعوا السلال الرمضانيه على الاسر المتعففه، وهذا كان وايد شيء حلو مثلج، يعني يثلج صدرك من الناحيه النفسيه. صح. حاليا احنا يعني مقبلين على خلينا نقول فصل ثاني، لان احنا عندنا لجان معينه ومقسمين رزنامه كل بالسنه مثلا هالشهر شنو نسوي او هالفصل شنو المناسب حقه وكذي. جميل. فاحنا ايضا مقبلين على فعاليات ثانيه ان شاء الله يعني قريبا. انا ودي اخذ نقطه الجداريات، شدني فيها موضوع الترتيب والتنظيم. عندنا ما شاء الله طاقات كبيره في موضوع الرسم والفنانين، ما شاء الله العدد كبير. قد يكون البعض منهم وده من داخله وده يسوي عمل تجميلي لمنطقته ويقوم برسومات بدون تنظيم بدون ترتيب. أنا ودي أوجه رسالة لهذه الفئة أن مشاركتكم في لجان تنظيمية أو مبادر مثل فريق مبادر التطوعي ينظم لك الموضوع ويضمن لك أن شغلك هذا ما راح يمسح ثاني يوم ويليق في المنطقة نفسها.
قد يكون مثلا الزراعة العشوائية مثل ما ذكرت، أنا ودي أزرع بالدوار بس أنت ما تدري ممكن اللي بتزرعه بيحجب الرؤية عن الدوار، بيخرب الحركة المرورية. فدائما وأبدا الموضوع إذا كان منظم وماشي مع الجهات الحكومية تضمنه وتستفيد منه في أقصى حالاته. شد انتباهي ايضا ذكرك للعنصر النسائي، يتكلم انه من البدايه انت الشريك اللي كانت معك في الفريق كانت الدكتوره ريم، وتواجد العنصر النسائي ايضا هل هو ملاحظ مع ال 25 عضو الجدد اللي ذكرتهم؟ احنا حاليا عندنا ازمه يعني بالفريق ان اغلب المشاركين او الاعضاء من العنصر النسائي. ما شاء الله. طبعا شوف، هو يعني العنصر النسائي في عاطفة وشغف، أنا أتكلم أقولها بالكويتي، يطق الرجال مليون صفر من الآخر. يعني إحنا عندنا يمكن الطاقة، إحنا عندنا يمكن يلا خلينا نسوي الشغلة، إحنا عندنا يمكن شوية خلينا نقول يعني المبادرة أن أنا أقدر أسوي الشغلة. العنصر النسائي بالعكس هو العاطفة، هو الشغف، هو الفكر الحقيقي، هو اللي أصلا لا يعني ارتباط أكثر بالمبادرات الإنسانية أكثر من العنصر الرجالي. العنصر النسائي حاليا في سواء فريقنا أو حتى بقية الفرق، صح، شغلهم أقدر أقول يتجاوز 70% من شغل العنصر الرجالي، لأن قلت لك عندهم شيء اللي إحنا نفقده، عندهم عاطفة تجاه العمل هذا، يشوفون بعض المواضيع برؤية ثانية، إحنا كرجال يمكن نشوفها بطريقة أو زاوية معينة، وهم يشوفونها بزاوية ثانية كلش مختلفة. وبعدين بالنهاية بالذات الشباب والبنات اللي بالكويت إذا تعرف توجههم صح يصيرون قوة لا تقهر. صحيح. يعني إحنا جربناهم بوايد أمور، ولا تقول لي إنه والله لأن هي بنت ما تقدر تسوي هالشيء، لا تقدر تسوي هالشيء أكثر منك. وزود بعد. بالضبط. تسوي وزود. بشرط إنه يكون التوجه صحيح. صحيح. لا يكون عشوائي. شغل صح. العشوائي ما راح يجيب لك أي نتيجة. صح. يعني. أكيد. أحمد أنت مسأقل شغلة بنقاشك مع الدكتور لما قلت إنه ما يكون شيء عشوائي، مثلاً أنت حاب تزرع زرعة أو إنك تسوي أي شيء من باب الأعمال التطوعية بس ما يكون عشوائي. فعلا. حلو الدكتور أنه يتم استغلال الطاقات الشبابية في كل المجالات. بالنسبة حق الناس اللي ممكن حابة أن تتطوع، في ناس قاعدة تتطوع من بيتها من أماكنها الخاصة، في ناس تشوفكم وحابة أن دش وتشارك وياكم، شلون الطريقة نعم. اللي بالنسبة للناس اللي حابة أن تنضم حق فريقكم التطوعي؟ نعم. هما طبعا يقدرون يتواصلون ويانا أما عن طريق الانستغرام دايركت مسج أو يتصلون علينا، يعني عادة يتصلون هما على رقمنا يعني خلينا نقول الهوت لاين اللي هو 4-107-321، أو بأي إيفنت من الإيفنتات اللي إحنا نشارك فيها سواء هي كانت فعاليتنا أو فعالية الغير ونشارك فيها يون. وبالعكس إحنا نحتاج أكثر، إحنا نحتاج حتى أعمار مختلفة، نحتاج ثقافات مختلفة، وإحنا الحمد لله إحنا عندنا يعني دكاترة، عندنا مهندسين، عندنا حتى قانونيين، عندنا طلبة، عندنا مدرسين. هذا بالفريق ما شاء الله. هذه الشغلات قاعد تضيف، لأن قلت لك ساعات مثلا أنت عندك وجهة نظر معينة ييك الشخص المتخصص بالمجال يقول لك لا المفروض نسويها بهالطريقة. فبالعكس أنت المجال التطوعي ما تبي تحكر على مجموعة معينة أو فئة عمرية معينة. أوكي. مثلا هم أنا أحب أنوه على هالأمر أن الأعمار إحنا عندنا أعمار أعتقد يمكن أصغر عضو عندنا يمكن 17 وأكبر واحد تقريبا قريب أو بالستينات ما شاء الله. فهذه الأعمار هذا المكس الخبرات اللي موجودة زائد الطاقات اللي موجودة وايد تعطي شيء حلو للفريق، لأن قلت لك ساعات أنت تفكر باتجاه واحد أو برأيك أنت، لما تصير آراء مختلفة، لما تصير خبرات مختلفة، لا الموضوع كله يتغير. صحيح. وتطلع يعني بالنهاية العمل أو الفعالية يطلع بصورة وايد وايد أحلى من اللي أنت كنت متوقع يعني. ومتنظمة وأرقى من اللي نعم. نعم. فكر فيه بروحك. نعم. مثل ما ذكرت أنت تو دكتور عن وسائل التواصل الاجتماعي، أنا ودي أعرف في موضوع العمل التطوعي هل قاعد تشوف أن هي ساعدت ولا الموضوع أصبح نوعا ما رياء عند البعض؟ شوف يعني التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، حالة حال أي تكنولوجيا. هو طبعا مجمل الموضوع نعم هو قاعد يساعد، المشكلة أن أساس تبرز أو تنتشر إعلاميا بشكل قوي سواء كان التواصل الاجتماعي أو التواصل خلينا نقول الإذاعي أو التلفزيوني، معناته تحتاج مادة، تحتاج فلوس. وإحنا بداية الحديث قلنا أن أغلب الفرق التطوعية ما فيها أي مادة، ما فيها أي صح. فلوس، ما فيها أي ميزانية. صح. حتى اللي بيتبرع للفعالية، يعني ما راح أعطيك فلوس،
لا راح أعطيك المادة اللي أنت تبيها. فأغلب الفرق التطوعية تواجه المشكلة. التواصل الاجتماعي نعم في البعض يعني سواء بالكويت أو خارج الكويت سوء استخدام له أو يعني شو أكثر منه ما هو نتيجة. صح. وفي بعض الفرق لا يعني تشوف يمكن على التواصل الاجتماعي أبدا ما مو مذكورين. لما تشوف شغلهم على أرض الواقع تقول والله حرام كل هالشغل وما حد يدري عنه. صحيح أنت قاعد تسوي هالشيء لأجر معنوي وأجر خلينا نقول أخروي مو دنيوي، بس أيضا حلو أن تسلط عليه الضوء لأن أنت راح تشجع وايد ناس. في وايد ناس يقول لك صدق في فريق يسوي كذي؟ والله إحنا ما كنا ندري، عبالنا بس أكيد. بأوروبا أكيد. عرفت؟ فالتواصل الاجتماعي له دور كبير. ها هني يجي دور الجهات الرسمية للدولة سواء كانت وزارة الإعلام مشكورة أو أي وزارة ثانية. أنتوا دوركم أن تشوفون الفرق التطوعية وتدعمونها على الأقل لوجستيا، مو شرط ماديا، لوجستيا لازم أنت تكون حاضر. صح. هني راح يفرق وايد مع الفريق وشغله وانتشاره. هو دكتور في شغلة ودنا نتكلم عنها على طاري التصوير والوسائل التواصل الاجتماعي والضوء الإعلامي على الأعمال التطوعية بشكل عام. في ناس تقول لك والله أنا صراحة ودي أشارك وياك بس أنا قمت أتأذى من التصوير فما أبي الناس تشوف الشيء اللي أنا قاعد أسوي أساس لا سامح الله يدش من باب الرياء، أو مثلا أن ممكن الناس تقول والله أنت قاعد تسوي بس عشان الضوء الإعلامي. نعم. فممكن هذه الأشياء تأثر أيضا على الأعمال التطوعية. شوف هو حين حتى فريقنا مثلا إحنا حين فريقنا قلت لك فيه لجان مقسمين مثلا من المتحدث الرسمي من اللي يطلع بالإعلام، في مثلا الأخوات أو حتى بعض الإخوان ما يحب يطلع وهذا من حقه يعني قرار شخصي ما أنا ما أقدر يعني أجبره. عرفت؟ أكيد. بس مو معناته أنت العمل التطوعي إن ما تبرزه إعلاميا. أنت ما تبي تبرز، تبي تسوي شغلك لله عليك بالعافية ويعطيك العافية، لكن العمل نفسه لازم ينتشر. بالنهاية بداية الحديث إحنا قلنا إن هي ثقافة، إذا أنا ما بينت شغلي إذا ما راح أقدر أنشر الثقافة. صحيح. ما ينفع أقول حق مثلا عيالي أو ربعي بالديوانية والله في ناس سووا كذي، زين راونا الشغل. صحيح. يمكن في واحد وده يتبرع. أنا صحيح. مو شغلي متطوع، أنا مو شغلي أنظف شاطئ ولا أنظف شارع بالحر، بس أنا مستعد أدعمكم شو اللي تحتاجونه من أمور لوجستية وأمور مادية. صحيح. فالانتشار الإعلامي هذا شيء ضروري، خصوصا إحنا الحين مع السوشيال ميديا وكذي، خلاص وصلنا عصر تكنولوجي إعلامي. إذا أنت ما برزت إذا شغلك راح يصير خلاص دفين تقريبا، يعني ما حد يدري عنه. هو يعني هم في شغلة أحمد، في ناس ممكن تقول لك والله أنا جيت ولبست سديري وحطيت لي اسم خلاص أنا فريق تطوعي. نعم. أنت قاعد طالعني معناته أنه مر عليك الأمور هذه وايد دكتور. وايد. هل أي شخص ممكن يقول والله أنا سويت جروب تطوعي ولا العملية تحتاج شيء منظم أكثر؟ شوف يعني هو الفرق التطوعية في يعني خلينا نقول قسمين، قسم غير مشهر هذول اللي مثلا الشباب اللي يندفعون لي أي عمل مثلا أيام كورونا وايد شفنا. صح. منهم الناس ديري وكذي، وهذا يعني طبعا يعطيهم العافية بس عشوائي غير منظم ويواجهون مشاكل لأنه هو مو مدرب مو مهيئ. صح. وفي الفرق المشهرة، الفرق المشهرة عادة تتعب على روحها. يعني قلت لك احنا الحين عندنا 6 لجان رئيسية وكل لجان فيها أعضاء وكل عضو له مسؤولية وفي خارطة طريق، يعني احنا كاتبين نفس دستور خاص فينا ما تتجاوزه. فإذا أنت بتمارس أي شيء يخالف هذا الدستور أو هذه الخارطة إذا هذا الشيء ما إحنا ما راح نوافق عليه. وفي اجتماعات لمجلس الإدارة يعني شيء رسمي مسوينه مو شيء كذي عشوائي. جميل. لأن أنت بالنهاية صحيح أن تمثل نفسك بس باكر بيقولون هالعمل وين؟ من الكويت. فأما صحيح. أن أنت تمثل الكويت بصورة صحيحة أو قاعد ببيتكم وسوي شغلك على قولتهم خشاشية أو على قدك. صحيح. فالفرق التطوعية هم نوعين، في المشهر والمعلن والرسمي واللي ماشي على استراتيجية معينة، وفي يعني الشباب المندفعين اللي يحتاجون توجيه. أرد وأقول جهات الدولة هي المسؤولة عن هالشباب أو عن كل الفرق التطوعية. يا أخي سوي لك دورات، سوي لك مثلا أخذ الناس اللي عندهم خبرة تعال عط ورشة عمل، مو تبي تطوع تعال جزء من التطوع ورش العمل، عط ورش العمل. إذا نظمت الموضوع بصورة أكبر أكيد هذيلا الطاقات ما راح تروح في طريق غلط وتنصب في طريق صح. بالضبط. أنا شاكر لك وجودك دكتور محسن ويعطيكم الصحة والعافية على ما قاعد تقدمونه في فريق مبادرة التطوعي، وإن شاء الله من تطور لتطور إن شاء الله نشوفكم قادرين أن تغطون أماكن أكبر ونتكلم فيها بعدين من بدايتكم من المسائل إلى العالم إن شاء الله. شكر موصول لك بعد زميلي عبد العزيز. سلمك. وأيضا لمتابعين هذه الحلقة على أمل نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من بودكاست قبل العصر.